عم محمد. انت عم محمد، انت عارف عم محمد يا بيه؟ ومين ما يعرفش عم محمد؟ محمد معيط وزير الماليه، اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا استاذ عمرو، اهلا بيك واهلا بمشاهدينا. كلموا دايما بنظره سلبيه عن الاقتصاد المصري وعن الاوضاع اللي موجوده في مصر، كان في رد من حاجه حكى وزير الماليه بصراحه ومن غير زواق للكلام، يعني عدد من المؤسسات بتقلل التصنيف المصري، هل يجب انه المصريين يجب ان ينظروا لهذا الامر انه امر واقع، ولا انت شايف ان في اي تجني من هذه المؤسسات؟ انا مش هقول دقيقه او غير دقيقه. عارف واحد بيقول للواحد سودان واحد، والتاني بيقول للواحد سودان التاني والتالت والرابع. اصل الجدع اللي قاعد ورا هناك ده عمال جايب سيرتك من الصبح بكلام مش لطيف. لا يا راجل. ايوه صدق، ما تبصلوش كتير في التقارير دي بيتكلموا على مرونة سعر الصرف، وهم يعني إلى حد ما بالأرقام، أنا مش يعني مش هجيب حاجة من عندي، أنت بقالك مدة عندك سعر صرف ثابت، هل إحنا عندنا مشكلة في موضوع مرونة سعر الصرف فعلا؟ يعني أنا مش هقدر أرد على السؤال ده، لأن طبعا أنا وزير مالية. الوجع اللي في صدري وكتفي الشمال ده من المرض ولا دي زبحة من عم محمد؟ لا يا حبيبي إن شاء الله تبقى زبحة من عم محمد. أنا هقول لك على حاجة، هو لما بدأت الأزمة كل واحد فيهم حدد تقدير ويقول لك بص والله الجنيه المصري يعني هو بس بي 15%. لا هم قالوا لو بقى ب 22 ده يبقى عظمة، دلوقتي بيتكلموا على 42 يعني. ايوه بعد التهديد يا عم محمد منير، اعفينا بقى اعفينا، اسكت خالص. معلش السؤال قد يبدو ساذج، احنا بنجيب الفلوس منين؟ هستلف تاني. فبنستلفهم وهنستلفهم وهندفع خدماتهم. احنا ممكن نقوله ان دي موضه ونفتح فروع، لانه انا فاهم انه مثلا تحويلات المصريين في الخارج ناقصه 25%، السياحه اتحسنت شويه، مضغوط جامد. ملا برضه ما انا عاوز ارتاح يا حامد، ما عنديش ايرادات خلاص الدنيا وقت. وبدأ واساسا انت خارج السياحه كانت زيرو. ده انت جاي من سياحه زيرو، صفر. السياحه دي اللي كانت بتجيب لك 10 12 مليار دولار زيرو بقالك سنتين. نعم سيدي بتاعك في كل حاجه. احنا ايرادات السياحه خلال 2021 تجاوزت ال 13 مليار دولار. ده كان في ازمه. زيرو بقالك سنتين. نعم. بس 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 هي ايه؟ هو هيصرف الكلام ولا ايه؟ الارقام بتقول ان احنا علينا في السنه دي ندفع ما بين 20 ل 23 مليار التزامات. مش في دوله كبيره معرضه ان هي ما تدفعش الدين الحكومي بتاعها؟ مش بتسمعوا ده؟ احنا سمعنا يعني معالي رئيس الوزراء وبيتكلم ان احنا مطمنين تماما ان احنا ندفع الالتزامات، هل انا فاهم صح؟ ده تصريح دولة رئيس مجلس الوزراء. تخيل ما تخلي عندك شخصله، خلي لك راي. الهدف من الخرى اللي احنا بنعمله ده، هل فعلا خلال العشر سنين اللي فاتوا دول بنتكلم على 100 مليار دولار الديون الخارجيه زادت؟ فيتكلم يقول لك ايه؟ حجم الدين بتاعكم زاد، هو انت ليه مش عايز تدفع تكلفه اللي عملته في 2011 و2013؟ 2013 تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. ما انا قاعد مع الراجل وبتكلم، قمت انت داخل متشملين. الديون الخارجيه زادت. بص يعني هو يعني احنا علينا التزامات. انت عامل زي الراجل اللي هو في البيت اولاده بيقولوا له يا بابا عاوزين ان احنا ما عندناش ثلاجه تشتري لنا ثلاجه. والنبي 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 يا ولد. الدهب كان بطل في السوق المصريه. سياده الوزير ممكن تسمحوا للناس الواحد يجيب بحوالي ما يعادل 150 جرام دهب من بره من غير ما يدفع فلوس؟ استاذ عمرو اديني 48 ساعه وارد عليك. هايل عظيم. هندرس. حاضر. دراسه ولا هندرس. لسه هندرس. هندرس. حاضر. طيب ولا حاجه واشتغل ولا نفلت مصر. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ووقتك ويعني وصوت حضرتك في الكثير من الاطمئنان. يلا روح اعمل شاي، روح اعمل لنا شاي. خمسه بالحب براغي معاك يعني عادي، بس انا عايز مصلحتك وقلبي عليك.